نشرة الأخبار من تلفزيون المسار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ويليامز تطلب إطارا زمنيا للانتخابات واحترام إرادة الليبيين. المنفي يؤكد أن الخلاف في ليبيا سياسي ولا بد من دستور ينظم الدولة. أعضاء من تأسيسية الدستور يرفضون مقترح رئاسة البرلمان. إلى التفاصيل، وضمن جولاتها وسعيها في توسيع دائرة الحوار وإنهاء حالة الانسداد السياسي التي تعاني منها البلاد بعد فشل إجراء الانتخابات الرئاسية، أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام في ليبيا ستيفاني ويليامز على جهودها الرامية لإعادة الزخم للعملية الانتخابية واحترام إرادة الليبيين. لقاءات وحوارات وجولات مكوكية للمستشارة الخاصة للأمين العام في ليبيا ستيفاني ويليامز حرصت خلالها على تأكيد ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية الطويلة واحترام إرادة الناخبين الليبيين. ويليامز دعت خلال مؤتمر صحفي عقدته عقب اجتماعها مع أعيان وممثلي المنظمات المحلية والدولية في سبها مجالس النواب والدولة والرئاسي إلى التوافق وتحديد إطار زمني وخط واضح يقود إلى إجراء الانتخابات. وضمن سلسلة من زيارات زملائي من الأمم المتحدة والوكالات المختلفة، استمعت إلى الكثير من الهموم والمخاوف والتساؤلات الهامة والمشروعة من مجموعة من النساء والرجال من الجنوب. الجميع يطالب بالتغيير وإنهاء المراحل الانتقالية الطويلة. المستشارة ستيفاني ويليامز قالت أثناء لقائها بأعيان ومسؤولي المنطقة الجنوبية في سبها أن جهودها تركزت خلال الفترة الماضية على اللقاءات مع الأطراف الليبية الفاعلة والأطراف الإقليمية والدولية للمحافظة على الزخم الذي تحقق حول الانتخابات. تتركز جهودي منذ أن وصلت إلى ليبيا الشهر الماضي على اللقاءات مع الأطراف الليبية الفاعلة والأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالشان الليبي، وذلك بهدف المحافظة على الزخم الذي تحقق حول الانتخابات الوطنية والذي تجسد في الإقبال غير المسبوق على تسجيل الناخبين ونجاح توزيع البطاقات الانتخابية وتسجيل عدد كبير من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين. ويليامز خلال لقائها بأهالي الجنوب أكدت على ضرورة الاستحقاق الانتخابي عبر صناديق الاقتراع، مبينة دعمها لإجراء الانتخابات في ليبيا التي من شأنها أن تفضي إلى الاستقرار الدائم وإيجاد مؤسسات شرعية في البلاد. قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن الخلاف في ليبيا سياسي دستوري وأنه من الضروري أن يكون هناك دستور ينظم عمل الدولة، مؤكدا أن تداخل عمل السلطات أدى إلى إرباك المواطن. جاء ذلك خلال كلمة المنفي أمس في افتتاح ملتقى بلديات الساحل الغربي في سرمان تحت شعار توحيد الأيدي من أجل بناء المستقبل. المصالحة هي مصالحة اجتماعية وكذلك عسكرية وأمنية ودستورية، أنا أريد أن أسميها بهذا الشكل، وكذلك سياسية. فالخلاف الليبي هو خلاف سياسي، هو خلاف دستوري. عندما يكون هناك دستور واحد لهذه البلاد فنحن نستطيع أن نقبل بأي
شخص تأتي به الانتخابات بشرط أن يكون هذا الشخص تنطبق عليه شروط الانتخابات. فعندما نتحدث على دستور لابد أن نصر بأن يكون هناك دستور أو قاعدة دستورية تنظم حتى مبدأ الدولة المدنية، وهو فصل السلطات بعضها عن بعض، فكل سلطة لها مهامها، وتداخل السلطات الذي نراه الآن ما بين السلطة التنفيذية والسلطة السيادية والسلطة التشريعية وغيرها من هذه السلطات هو ما سبب الربكة حتى عند المواطن، فهذه أيضا جزء من المصالحة الاقتصادية، وهو توحيد المؤسسات المالية للدولة وكذلك المساواة في المدن وبين المدن والبلديات في الخدمات وغيرها من هذه المواطن. أعلن 43 عضو من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور تصريحات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بشأن إنشاء لجنة دستورية وصفوها بالموازقة. ودعا أعضاء الهيئة في بيان لهم الأربعاء كافة الجهات الوطنية والدولية لعدم التعاطي مع مقترح عقيلة صالح كونه مخالفا للإعلان الدستوري وأحكام القضاء، محذرة من تشكل منعرج خطير مما يؤدي إلى نسف المسار الدستوري وأيضا ازدياد حالات الانقسام وفق ما جاء في نص البيان. كما وشددت الهيئة على أنها هي المخولة وصاحبة الاختصاص الأصيل دون غيرها في صياغة الدستور الدائم للبلاد. قال عضو مجلس النواب إدريس المغرب إن هناك توافق وانسجام بين مجلسي النواب والدولة في عملية التشاور والحوار للخروج من الأزمة الراهنة. وأضاف المغرب خلال نشرة سابقة أن قرار عدم منح مجلس الدولة حق التزكية لرئيس الحكومة الجديدة لا يؤثر على العلاقة بينهما. حسب المعلومة عندي أن الوضع بين الدولة والنواب في انسجام تام بغض النظر عن التزكيات وعدم التزكيات، وأن هناك حكومة قادمة جديدة في ظرف أنا بقول لك من أسبوعين إلى 20 يوم أو إلى شهر بالتحديد حيتم فتح باب الترشح في الجلسة القادمة، من تنطبق فيه الشروط عليه أن يتقدم لرئاسة هذه الحكومة ويصير يتم التصويت عليها. زي ما تحدث لك وضع القانوني غير صحيح لهذه الحكومة، حكومة منتهية الولاية، إذا لازم أن يكون هناك تصحيح. حتى بيقيم السيد رئيس الحكومة الحالي إذا كان يرى في نفسه أنه هو عنده حظوظ يتفضل يقدم، لكن الآن أتحدث لك من جانب قانوني، الجانب القانوني الحكومة منتهية الولاية، تصحيح المسار بتاعها، لازم تصحيح وضعها القانوني، ما ينفعش حكومة تقعد وضعها القانوني غير صحيح، هذه وجهة نظرنا، بغض النظر عن أشخاص من يكون من يجي هذه حظوظ داخل القاعة. في سياق ذي صلة أكد المركز العالمي لرئيس مجلس النواب على أن التشاور بين مجلسي النواب والدولة مستمر من أجل تحقيق توافق سياسي. قرارات هامة خرجت من جلسة البرلمان في طبرق ستغير دون شك ملامح المرحلة القادمة. الجلسة وبحسب ما صرح به المتحدث باسم المجلس عبد الله بلاحق لتلفزيون المسار خلصت إلى أن المجلس قد اعتمد الشروط التي يجب أن تتوافر بمن يرغب بالترشح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، والتي تتمثل بتعهده بعدم الترشح للانتخابات القادمة. يتقدم من يريد الترشح لمنصب رئيس الوزراء أن يتقدم بتعهد بعدم ترشحه وانسحابه من الانتخابات القادمة، يعني هذا أهم الشروط البارزة، يعني على المترشحين تجهيز مستنداتهم خلال هذه الفترة، لأن ربما يعني خلال الجلسة القادمة جلسة الأسبوع القادم يتم فتح باب الترشح بشكل رسمي واستلام الملفات. النائب عبد المنعم العروفي أوضح أن البرلمان فتح باب الترشح لمنصب رئيس الحكومة القادمة، مبينا أن الكثير من الأسماء البارزة على الساحة الليبية وأعضاء من البرلمان ترشحوا لرئاسة الحكومة. وصلنا إلى فتح باب الترشح لنرى من سوف يشغل منصب رئيس الحكومة، لنرى هل من يتولى رئاسة الحكومة يستطيع تفكيك كل الميليشيات، كل الأجسام اللي موجودة في طرابلس، التشكيلات المسلحة كلها بالكامل، ونسير نحو انتخابات إذا كانوا جادين وصادقين، يكون هناك مدد وأزمنة معينة للسير في كل المسارات. بدون رئيس حكومة قوي لن نستطيع أن ننجز شيء.
استبعاد مجلس الدولة من تزكيات رئيس الحكومة الجديدة أبرز الأمور التي توصل إليها مجلس النواب بتصويت الحاضرين على القرار مقابل رفض بعض منهم، فيما أكد بليحق أن التشاور بين مجلسي النواب والدولة مستمر من أجل تحقيق توافق سياسي. رغم الجدل الحاصل بين مجلسي النواب والدولة، إلا أن النواب ماضون قدما نحو تسمية رئيس مجلس الوزراء الجديد استجابة للمطالب الشعبية التي ترى أن حكومة الوحدة الوطنية فشلت في تقديم الخدمات التي أثقلت كاهل المواطن على مدى سنوات طويلة. رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا بعمل مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، وقالت السفارة إن الولايات المتحدة تتطلع إلى التفعيل الكامل لعنصر مراقبة وقف إطلاق النار، داعية جميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بوقف إطلاق النار، وكذلك دعم الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة. وحول الانتخابات، بيّنت السفارة أن الملايين من الليبيين مستعدون للتصويت وتقرير مستقبلهم، وأنه حان الوقت لاحترام إرادتهم. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع على الساحة الليبية. وأكد السيسي خلال اللقاء الذي جمع الطرفين في أبو ظبي الأربعاء على ثوابت الموقف المصري تجاه تسوية الأزمة الإقليمية، وذلك من خلال وضع حد للتدخلات الخارجية ومحاربة العنف والجماعات المتطرفة والإرهابية. بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري هاتفيا مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان تطورات الأوضاع الليبية، وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية إن شكري شدد خلال الاتصال الذي جرى أمس على أهمية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن مع الحفاظ على ملكية الليبيين للحل السياسي ووقف التدخلات الخارجية وإخراج جميع القوات الأجنبية وكذلك المرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء في مدى زمني محدد تنفيذا للمقررات الدولية ذات الصلة ووفقا لمخرجات مسار برلين وقمة باريس. قال السفير الجزائري لدى إيطاليا عبد الكريم الطواهري إن تاريخ الانتخابات في ليبيا في 24 ديسمبر كان قفزة في الفراغ، وأضاف لوكالة نوفا الإيطالية أن ليبيا هي نقطة تلاق واتفاق بين الجزائر وإيطاليا، مشيرا إلى أنه ليس هناك نية للتأثير على ما يحدث في ليبيا. طواهري اعتبر أن المشكلة في ليبيا هي وجود دول مختلفة من خلال القوات العسكرية والمرتزقة أو الدعم المالي واللوجستي التي عرقلت عودة الاستقرار إلى البلاد، ودعا لضرورة تقارب جهات النظر أو وجهات النظر وزيادة الاتصالات لإيجاد حلول تسمح للأطراف الليبية بالجلوس إلى طاولة المفاوضات والوصول إلى حلول مقبولة. أجرى القنصل الإيطالي زيارة إلى غرفة الصناعة والتجارة أمس الأربعاء في بنغازي بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. من جانبه شدد مسؤول العلاقات التجارية في الخارجية الإيطالية رومانو بورتونزي للتلفزيون المسار على أهمية العلاقات التجارية الإيطالية الليبية، لافتا إلى أن العمل جار على تعزيز العلاقات في هذا الصدد. جئنا للتأكيد على أهمية العلاقات التجارية الإيطالية الليبية مع غرفة التجارة الليبية والتباحث مع رجال الأعمال الليبيين والعمل مع الجميع على زيادة التبادل التجاري بين إيطاليا وليبيا. وهذه مهمتنا في لجنة التجارة الإيطالية، ونعمل معا على تحسين العلاقات بيننا وتطوير التعاون. من جانبه قال مستشار غرفة الصناعة والتجارة بنغازي صلاح العمروني في تصريح لتلفزيون المسار أنه تمت خلال لقاء القنصل الإيطالي مناقشة المشاكل المتعلقة بتأشيرة السفر إلى جانب المشاكل المتعلقة بالطيران والعبور والاستيراد والتصدير.
مقابلة مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال لبحث المشاكل والمعوقات التي تواجه حركة الطيران والعبور والاستيراد والتصدير من أجل عودة شركات إيطالية في منطقة بنغازي والمناطق المجاورة لها. طبعا حكينا عن المشاكل المتعلقة بالتأشيرات والحصول على تأشيرة السفر وعلى كيفية الوصول لإيطاليا وعلي توريد المصانع والمعدات، مشاكل كثيرة. طبعا احنا قلنا لهم ضروري يكون في اهتمام من خلال الخارجية الإيطالية والغرف التجارية الإيطالية بأن التواصل معنا ويكون في ملتقيات لرجال الأعمال، يكون في حل يعني واقعية على الأرض. كان هم يرغبوا في عودة العلاقات لليبيا، في دول كثيرة حلت المشاكل مثل اليونان ومثل ألمانيا وفي تواصل معهم، هم نبوهم ياخذوا جدية في الخطوة هذه ويحطوا دولتهم من المنطقة الشرقية آمنة في ظل حماية القوات المسلحة العربية الليبية. أكد مصدر مسؤول بمكتب النائب العام لتلفزيون المسار عن صدور قرار بالتحفظ على المراقب المالي لوزارة الصحة أحمد السويسي ومدير مشروعات الوزارة سامي الشعافي بعد اكتمال التحقيقات معهما على خلفية تهم فساد وصفقات مشبوهة، وأيضا وجهت للوزير علي الزناتي. هذا وكان وكيل النيابة العامة قد أمر بحبس وزير الصحة علي الزناتي ووكيل الوزارة للشؤون الفنية سمير عبد الله احتياطيا على ذمة قضية مخالفات مالية بشأن عدم مراعاة لائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع، وأيضا الحجام عن التقيد بمعايير استئصال أدوات التعاقد وتوريد وحدات توليد الأكسجين بنسبة في سعرها وصلت إلى 1000 من سعر البيع في السوق. بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعالله مع وزير النفط والغاز المكلف علي العابد عددا من الملفات الخاصة بسير عمل المؤسسات والشركات النفطية. وقدم صنعالله خلال اللقاء شرحا عن سير إنتاج النفط والغاز بالحقول والموانئ النفطية، إضافة إلى مناقشة سبل توفير الميزانية، وأكد الرضا على ضرورة التعاون لحل الصعاب لما يمثله قطاع النفط من أهمية واستمرار التنسيق ودعم الجهود بين الوزارة والمؤسسة والشركات النفطية لضمان النهوض بهذا القطاع الحساس بحسب وصفه. لقى 7 مهاجرين مصرعهم في المتوسط أثناء محاولتهم العبور من ليبيا إلى إيطاليا على متن مركب يضم 280 مهاجرا. وفي السياق كشفت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية تقريرا سريا يتحدث عن استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم شخصيات متورطة في عمليات الهجرة. تقرير عسكري للاتحاد الأوروبي وصفته وكالة أنباء أسوشيتد بريس الأمريكية التي نشرته بالسرية تناول الاستمرار في تدريب وتجهيز خفر السواحل الليبي على خلفية دعوة الأدميرال البحري الإيطالي ستيفانو تورتشيتو رئيس بعثة مراقبة حظر الأسلحة في الاتحاد الأوروبي أو عملية إيريني إلى مواصلة برنامج التدريب والتجهيز. أسوشيتد بريس أوضحت إن الاستمرار في هذا البرنامج يأتي رغم المخاوف المتزايدة بشأن المعاملة العنيفة لخفر السواحل بالمنطقة الغربية للمهاجرين غير القانونيين وتزايد عدد القتلى في البحر الأبيض المتوسط. التقرير تحدث عن إصرار أوروبي على دعم أفراد في اعتراض وإعادة عشرات الآلاف من المهاجرين إلى ليبيا. فيوليتا مورينو لاكس مؤسسة برنامج قانون الهجرة قالت إن الأشخاص المسؤولين عن تفكيك تجارة التهريب هم المهربون أنفسهم الذين يستخدمون أموال الاتحاد الأوروبي ومعظمها عبر إيطاليا لتدريب عناصرهم وتجديد قوارب الهجرة، وأبرزهم عبد الرحمن الميلادي الملقب بالبيجا الذي يعمل بخفر السواحل بالمنطقة الغربية وأوردت اسمه وكالة أسوشيتد بريس، ويحولون المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر الأبيض المتوسط إلى مراكز احتجاز ويطالبون بمكافآت للسماح لهم بالرحيل. نشرة أخبار المسار وصلت إلى نهايتها، في حفظ الله دمتم.